شكلت إصابات بتر الأطراف في سوريا النسبة الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية بحسب الأرقام الموثقة للمنظمات الطبية. هنا في مدينة غازي عنتاب التركية تسير ريم ذات 17 ربيعاً درب الحياة بقدم اصطناعية بعد أن سرقتها منها براميل نظام أسد منذ 3 سنوات، باحثة عن حياة جديدة حاملة معها أحلامها المؤجلة. صابت إجري غرغرينة قوية ماكن يعني إجري لازم من أول مهم باترينها يعني من عند الركبة لأني خلوها 3 أيام فطلع الغرغرينة اللي فوق. يوميتها الدكتور خبرني أنه لازم نبتر لش إجري يعني بس بطريقة متسلسلة شوي يعني لما شفت أنه أهلي يدفشوني بالكرسي وياخذوني ويجيبوني يعني حسيت أنه هاي يعني فترة صعبة شوي حزقاني أحسن يعني أحسن من أول بكثير الحمد لله. وبالنسبة للطرف قضيني كثير حاجات وأطلع وأفوت ولا كأني إنه مركبة طرف. أدى ارتفاع عدد المصابين بحالات بتر الأطراف إلى افتتاح مراكز تخصصية لعلاجهم، فيما يعتبر مركز خطوات الإرادة السوري المركز الوحيد الذي يقوم بتصنيع الأطراف في غازي عنتاب، حيث قدم قرابة 700 طرف صناعي لمصابي الحرب وحوادث العمل ومرضى السكري، مروراً بمراحل التأهيل الفيزيائي والنفسي بإشراف أطباء واختصاصيين. سويت حادث بالحفارة، قلبنا بالكميون طق الفرين، حولونا على المشفى. المعلم طبعاً ما اعترف علي وضليت شي 9 أشهر نايم ما عسنا أتحرك لأني في كسور وفي بتر. فتت هون الحمد لله جيت على المركز ورجعت طبيعية يعني بس الجمباز هي ما عاد أحسن عليها. أكثر قصة أثرت فينا هو طفل، طفل عنده 3 أخوة بنات وهو الوحيد. هذا الطفل بيته تعرض لإصابة بريف حلب. طفل وقت اللي إجا لعنا هو فوق منه فائد أطرافه الاثنين السفليات فائد أمه كمان. أول ما جاء في الأطراف فمسك الطرف صار يبوسه قال صار عندي إجرين رح أمشي فيها رح أرجع مارس حياتي رح ألعب مع الأولاد. بحسب الأرقام الرسمية تشكل النساء والأطفال نسبة 45% من مصابي الحرب في سوريا وسط تردي الأوضاع الاقتصادية والطبية، فيما يحاول الكثير منهم الدخول لتركيا لتلقي العلاج الأفضل. خلفت الحرب في سوريا 1.5 مليون مصاب، تعرض 86,000 منهم لبتر أحد أطرافهم بحسب منظمة الصحة العالمية، ما دفع المنظمات الإنسانية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ألاء صبرا لأورينت نيوز غازي عنتاب التركية.